يعني الموضوع دخل في ايه بقى؟ دخل قال لك ان هنا لكل محب الحيوانات والقطط والكلاب برضو، يعني ان الموضوع هنا بيأثر بشكل ايجابي جدا على صحتنا النفسية وكمان الجسدية، وبرضو كمان بيقال ان بيقلل شوية من الامراض القلبية والامراض اللي هي خاصة بالشرايين والحاجات الخاصة بالقلب شوية، يعني لان هم عملوا دراسة كده على معظم الدول اللي موجودة بره، من ضمنها انجلترا وكندا ومتهيألي كمان كان في ايه تاني واستراليا ونيوزيلندا، يعني 4 مليون شخص. لو ان منهم اجزاء شويه من الناس دي اللي بتميل اكتر بقى لتربيه الحيوانات وبالاخص القطط، بيحصل لهم ايه بقى؟ عمرها بيطول. القطط؟ لا البنات نسبه 24%. يعني برضو هي بص، هي دراسه برضو ممكن تكاد تكون غريبه شويه. لان هي يعني هي معموله على 4 مليون شخص من دول مختلفه، بس هي كلها برضو ما دول. ما تقولش دراسه غريبه ساره، سعيد سامعاك. لا ما يعني ما فيش، لا انا بكلمك بس على حته ان هي يعني امراض القلب. فاللي مربي حيوانات من نسبه منهم، لا في 24% ما يتصابوش بامراض القلب علشان الارتباط بالحيوان الاليف. طيب انا مع انا بحب الحيوانات الاليفه جدا، ما فيش منها يعني كلام. طيب انا دلوقتي كنت زمان مربي كلب ومرتبط بيه جدا، خلاص كان هيجي لي جلطه لما توفى. ايوه طبيعي، عشان اتعلقت بيه. فكان بقى لا صحه قلبها هتنفع ولا صحه نفسها هتنفع ولا يعني اللي انا عملته كله كويس والصحه النفسيه كانت كويسه وصحه القلب كانت كويسه. لا ما انت لازم تبقى معتدل في حبك برضه، ما ينفعش انت تحبه قوي 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 لدرجه انه لما انت تفقده تتاثر نفسيا بيه. تمتاز البنات بالمنطق خصوصا الاستاذ. يعني طبيعي بني ادم بيربي حاجه، لا لازم يبقى معتدل في حبه يعني. صح، هي غريزه ما تحبش قوي. لا لا لا، هي غريزه داخليه فيه عامه في الحياه. لما بتربي شيء صغير، كائن حي بتربيه، قطه كلب ايا كان ايه الكائن الواحد بيربيه، طب غريزه البني ادم طيب بتتعلق بيها. يعني الواحد نفسه قلبه بيروح للحاجه دي كلمه قدام عينيه. بس يبقى معتدل عشان ما يجيلوش جلطه بعد الشر. يعني معلش ما الواحد ما بيتحكمش في الحاجات دي. طب نرجع للدراسه بقى. طيب نرجع بقى ليه الحيوانات الأليفة وجودها في البيت ده بيساعد على إطالة العمر أو عمر أصحابها. لأن هم بيلاقوا منهم حب غير مشروط. طبعا إحنا هنا في حياتنا والعلاقات الإنسانية ما بين البني أدمين لازم عشان أحبك يعني أدي لك وأنت تدي لي، فيبقى في تبادل كده في الحب، هات وخد يعني. بيبقى في مقابل للحب ده. ما ينفعش أنا مثلا أفضل أحب شخص وهو ما بيدينيش أي حاجة في الحياة، سواء مشاعر أو عواطف أو حتى حاجة مادية أو ملموسة. لكن الحيوانات عامة بشكل عام هي وجودها بس كده او وجودك معاهم بيسعدهم. مجرد دخولك البيت بيستنوك طول اليوم بعد شغل ويوم طويل، اول ما بتفتح البيت تلاقيهم بيجروا عليك. لو انت متضايق هم اكيد بيحسوا بيك. طبعا انا ما عنديش حيوانات اليفه وما بتعاملش معاها، لكن يعني انا بشوف مثلا الناس اللي بتبقى عندها حيوانات بتتعامل ازاي معاها. يمكن كمان معروف عن القطط ان هي بتسحب كل الطاقه السلبيه من اصحابها بشكل كبير جدا، وبتديهم بهجة وسعادة بشكل كبير. فأحلى حاجة الحب غير المشروط، إنه حاجة أو شخص أو شيء يحبك ومش مستني منك مقابل، هو بس اهتمام ورعاية وحب وخلاص، وهيدي لك عينيه. حب بس مش قوي برضو. الحب الغير المشروط. يا ولد. طيب بصوا، أو يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على إن فكرة إن حاجة تقلل من عندنا التوتر والقلق والاكتئاب، على ما أعتقد يعني ده شيء حلو قوي. وخلي بالكم اللي هو لكل بقى ايه يعني مربيه القطط كده، اللي هم اللي بيحبوا القطط والكلاب والكلام ده، وبالاخص كمان اللي هم ايه يعني اللي هم عندهم قطط في البيت، دايما بتلاقيهم في حاله كده. وانا من ضمن الناس دي على فكره. انت عندك قطه؟ بس يعني هي دلوقتي مش موجوده معايا مع اختي يعني، بس انا ايه القطه اللي الواحد ممكن يعني ياخدها وهي صغيره ويربيها والكلام ده. عايز اقول لكم ان هي فيها حاله غريبه كده، هي بتسبب بهجه لوحدها، لان القطط تحسوا كده ايه سبحان الله هي في كوكب تاني. يعني هي بتشوف حاجات صح غير اللي احنا شايفينها. صح، تتفاعل بشكل معين. فالواحد بيحب الكلام ده قوي. صح يا ساره؟ صح يا سعيد. صح، انا معاك جدا. بس احنا لسه هنكمل الكلام في الموضوع ده فاروق، بس خلينا ناخد سوسن. ازيك يا سوسن؟